اليوم بدي اورجيكم جيم اسمها Bloodstained Ritual of the Night. الجيم هي كاسلفينيا، بس اللي عمل كاسلفينيا مع كونامي ما قدر يجيب اللايسنس، قام عمل جيم تاني مثل كاسلفينيا سماها Bloodstained Ritual of the Night. اللعبة بالضبط تلعب بنفس الطريقة. خلينا نعمل جيم ستارت ونفوت. طبعا في عندك السيف جيم سلوتس وكلها. انت هاي البنت اللي هي فيها ديمن عايش بقلبها وهيك. في عندك طبعا انك تروح يمين وشمال تعمل قتال. في عندك اللي هي الماب مثل مترويدفينيا وكاسلفينيا، واللي هم بيسموه مترويدفينيا لانه مثل كاسلفينيا. بتروح وفيك تعمل الاشياء هون. في عندك اللي هو شو اسمه، بتشوف وين انت موجود. طبعا انت موجود تقريبا موجود بهذا المكان. عم يقول لك وين كنت اخر شيء رحت له والقصص هاي. فيك تعمل حتى اديت للماب لو انت بدك تظبطها، فيك تحطها باي زاويه بدك اياها بالجيم. المهم الحلو بالجيم هو الكستمايزيشن، انك فيك تغير الكاركتر تبعك بطريقه كثير حلوه. احكي لك كيف. فيك عندك الاكوبمنت، فيك تجي هون وتغير الاواعي. طبعا الاواعي بس تغيرها، كل واحدة منهم تعطيك بونس معين او كذا. مثلا هاي تعطيك انتليجنس زياده، كات ايرز. فممكن تيجي تقول تشيل الماسك وتحط مثلا بداله الالف ايرز، فهذا بصير السحر تبعك اكثر. فيك تيجي مثلا تعمل تشيل السكارف وتحط بداله شيء ثاني، وهكذا بصير تقدر تعمل كل هالاشياء. فحسب الاواعي اللي انت لابسها بتاخذ بونس معين. فيك بتظبط بقى ستون ماسك، دانس ماسك، كراستد، مدري شو، كل هاي القصص فيك تظبط امورك. المهم في عندك كمان شغله اللي هي الانفنتوري، فيك تجي معك الاغراض هدول. هدول كلهم فيك تستعملهم يا اما لتستعملهم دغري، يا اما بتستعملهم للكوكينج. في بيس بتروح عليها تعمل وصفات وتظبط الكوكينج تبعك وهالقصص هاي، فكلها هاي موجوده هون. في عندك بوشنز تعمل اشياء، شيء بيشيل البويزن، شيء اذا كنت ستاند بتشيل ستان، هيك قصص. في عندك هون مثلا الاكل هذا تبع الهي. في هذا كمان بتعمل فيه كرافتنج، بتعمل فيه اسلحه جديده وهيك. هذول كمان كتب بتلاقيهم فيك تقراهم تاخذ اشياء وهكذا. كويست ايتمز طبعا. وفي عندك اللي هي البوينتس تبعك، الديفنس والاتاك والانتليجنس وكل القصص هاي. الشغله كمان المهمه اللي هي الشاردز. الشاردز هاي هلا هي فكره الجيم، انك انت هي البنت اللي بتصير بتاخذ الابيليتيز من الديمونز اللي بتقتلهم، بتقتل شياطين وهيك اشياء. فكل ما تقتلهم في فرصه انه يطلع منهم شارد ويفوت لعندك. هيك بتصير تقدر تستعملهم انت. هلا مثلا الشاردز شو بتعمل؟ شيء بيعطيك باسيف بونس، مثلا بيعطيك ضربات السيف بتصير اقوى، او فيك تعمل سحر تصير بتقدر تصير تضرب سحر هيك، او بتعمل مثل ابيليتي. طبعا مثل ما كنتوا شايفين فوق على اليسار الماجيك بيفضى بعدين بيرجع بيتعبى. تمام. اذا بس تلاقي كنبه مثل هاي اللي هي الغرف الحمر بتقدر تعمل سيف، ومنه كمان بتعبي البوينتس تبعك من اول جديد. هلا في كمان عندك اوبشن اللي هو الشورت كاتس. اذا حابب فيك تعمل بيلد، بيسموها بالار بي جيز بيلد، اللي هو اواعي معينه، تركيبه معينه للاواعي والسحر والقصص هاي، بتصير مثلا تختلف، بتصير تعطيك بونس زياده. يعني مثلا هاي اذا عملنا هاي تصير عندك المسدس اذا حابب انا اعمل رينج اتاكس. تمام. وكمان بنفس الوقت بصير بقدر اضرب هدول. ماشي. هذا السحر اللي عامله هون. فانت بتصير تقدر تظبط الكاركتر تبعك مثل ما بدك، اللي هو شيء ظريف. هرجع اطلع من هون وارجع فوت. طبعا حورجيكم الكومبات هلا كيف، اللي هو اساس الجيم. بس خليني اعمل سيف. تمام. هلا مثلا هون راح اضرب هاد هيك، وضرب فيه وقتله. او بلش قتال. نعمل هاي، نطلع السيف.
بلش بقى شوت قاتل وتظبط امورك. خلص الماجيك اللي عندي. بدك تحاول انك ما تستهلك الماجيك كثير. خليني نطلع هاي. بعيد. هذا مات. تمام؟ بصير تقدر تعمل بقى الاتاكس وتظبط هاي. مثلا هون بقى تبلش شو؟ تعرف؟ اعطيني هاد. انقلع. هذا مات. هاي بينزل مرات اغراض فيك تاخذهم. وهذا خالص والبيج هذا بعدين بينفجر. لا لا بعد. اوكي. موت. سيف. حلو. هاد هلا اعطاني شارد. هاي الشارد لانه اوريدي عندي اياها فبصير بتقوي الشاردز اللي كانت موجوده اصلا. تمام. كمان فيك تلاقي المكتبات هدول بصير بتقرا فيه كتب، بصير بيعطيك قصص عن العالم اللي موجوده او بيقول لك مثلا كومبوز. مثلا فيك تعمل في كومبوز هون بالاركايف موجودين هون بالتكنيكس. باور سلاش سورد. اذا بتعمل هدول الموفز بتصير تعمل باور سلاش. يعني مثلا هاي المفروض فيك تعمل بلوك. هاي تعمل بلوك فيها. بعد. لا لا لا. تعرف شو بعد هيك؟ شو هاد؟ رافا بورالي سلاح. اوب يب سلاح. A sword that uses the wind spirit's power to rip fools apart. اوكي مثل ماجيك. وهيك متت فبرجع على السيف. خلص كل شيء عملته هلا راح علي. ف بيسكلي هي الجيم. هلا انا خبصت لاني ماني مركز اني عم ورجيكم الجيم صراحه، بس يعني بين قوسين انا عم بحكي هيك بس مشان ما انفضح. ماشي. بدي ورجيكم هلا طبعا هدول شفتوا كيف البيستس الشياطين هيك مناظرهم فظيعه. في عندك هلا حروح ورجيكم ال هذا سلخته عظمه. العظمه انا عامل لها هي هيك عظمه بتزتها وهي. بدي ورجيكم بوس فايت. في هون بوس. هلا انا قتلته ما سيفت فحاضطر اني اقتله مره ثانيه. شوفوا مناظرهم كيف فظيعين البوسز بهي الجيم. بعد. لا بعد. كريتيكال 27 بس. موت. equipment. لا inventory. ناخذ potion. تهوي البوشن. اوكي هيك مات. level up.
هاي شارد هيك بتصير تفوت فيها مدري شلون على التنطعين. Manipulative Shard, magic that will have continuous effect by consuming MP. Craftwork. Grab on a certain object and manipulate them. نعمل هاي شو الشارد هاي نستفيد منه بشيء ايه ليكا هاي هي الكرافت وورك. طيب كيف استعملها؟ alright هيك صار فيني اسحبها وصير استعملها مش اطلع فيها لمكان عالي. حلو حلو كتير. روح يمين في هذا الشيء. ماكس اب اتش بي ناخذ اللي بالصندوق يونيكورنينج. طيب هات لنشوف شو بيعمل يونيكورنينج. المفروض يكون هون. A ring that amplifies the restorative power of the items you use. اوكي بس بيعمل هيلينج زياده كثير منيح. ناخذه بدل الماسك. Rusted ring. يا ناخذ هذا وهذا. فينا نستعمل هاي. شو بصير؟ بس هيك؟ حلو. يب. هيك خالصين. نطلع نسيف عند الكنبة قبل ما نموت. نندم على ما فعلنا. ايه فمثل ما كم شايفين الجرافيكس حلوة، الميوزك ظريف. الجيم ظابط، اللي بيحب كاسلفينيا والقصص هاي حينبسط على هاي الجيم. بس. اورايت نرجع هون نعمل سيف ونشوف شو بدنا نروح بعدين. يب هاي هي مو كاسلفينيا اسمها بلاد ستين ريتشوال اوف ذا نايت. الجيم موجودة على كل المنصات، موجودة على السويتش بس الناس اللي على السويتش حكت انه عندها مشاكل، بس حسب ما فهمت انه عم يعملوا لها باتشنج وعم يزبطوها، فإذا بدك تاخذها على السويتش كمان ممكن تمشي معك. alright yeah هاي هي. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين. ما بعرف شو بني اليوم، ما بعرف احكي مثل العالم. سلام.